بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله. أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي الأعزاء، معكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة. نرحب بكم النهاردة في المحاضرة التعريفية لشركة دوبلي العالمية، وإيه هي شركة دوبلي والفرصة اللي بتقدمها لنا شركة دوبلي. حضراتكم كلكم جايين النهاردة عشان في أشخاص بيهتموا بيكم، بيهتموا بمصلحتكم، بيهتموا إن أنتوا تعملوا حاجة كويسة في حياتكم. عزموكم النهارده، قالوا لكم بعتوا لكم رساله او كلموكم خشوا احضروا محاضره عن التجاره الالكترونيه. المحاضره دي ممكن تغير حياتكم تماما زي ما هي فعلا غيرت حياتنا كلنا وحياة كتير جدا. ايه هي شركه دوبلي وايه اللي بنتكلمه عن شركه دوبلي؟ هنقول الكلام ده بالتفصيل، بس انا خليني اسالكم سؤال. مين هنا مرتبه بيكفيه؟ اللي شغال موظف زي حالاتي كده، كلنا فينا ناس كتير شغاله موظفين، هل مرتباتكم بقت بتكفيكم دلوقتي؟ هل في ظل الغلاء العالمي والحاجات الكتيرة اللي بتغلى ما عدا حاجة واحدة عمرها ما بتغلى اللي هي مرتباتنا، هل مرتباتكم بتكفيكم؟ هل انتوا قادرين توفوا مستلزمات حياتكم وتلبوا كل متطلبات حياتكم وولادكم بس بمرتباتكم؟ ما اعتقدش، لأن الدنيا كلها غليت من حوالينا، في حاجات كتيرة كلها غليت إلا زي ما قلنا المرتبات. فالناس دلوقتي بقت بتدور على معادلة صعبة. المعادلة الصعبة للناس اللي بتدور عليها، اوكي، المعادلة الصعبة ان احنا ازاي نوفر فلوس وازاي يكون معانا مصدر دخل تاني ويكون معانا فلوس، لان الفلوس اللي معانا مش مكفية. فربنا يكون في عون الناس والله في جميع انحاء العالم، تمام؟ ازاي نوفر؟ الناس بدأت تتجه انها مش متوفر من كماليات الحياة، لا بتوفر من الاساسيات. الناس كلها بدأت تقول طب ما بدل ما هناكل كل يوم لحمة ناكل مرتين في الاسبوع لحمة، صح. طب ما بدل ما هنشتري لبس كل شهر، لا نشتري بس في دخول الشتاء ودخول الصيف او على المدارس. طب ما بدل ما نشتري لبس في العيدين، العيد الصغير والعيد الكبير، لا كفاية عيد واحد. مش ده بيحصل معانا كلنا؟ مش ده بقت مشكلة لكل الناس؟ الناس بتقول يا رب بس نعيش مستورين. طيب ازاي بقى الناس هتكمل حياتها كده؟ ازاي المعادلة الصعبة دي هتتحقق اني اوفر فلوس ويكون عندي مصدر دخل تاني؟ الكلام ده كله هيتم ازاي؟ هناخد امثلة لناس غيروا العالم بتفكيرهم. ازاي؟ عندنا بيل جيتس، طبعا كلنا عارفين بيل جيتس بتاع ويندوز، مارك زوكربيرج فيسبوك اللي الناس مضيعه حياتها كلها على الفيسبوك، ستيف جوبز مخترع ابل ايفون. الثلاثه دول الحاجات اللي عملوها غيروا الدنيا كلها، غيروا تفكير العالم. الجماعه دول هل كل واحد فيهم مولود في بقه معلقه ذهب؟ الناس دي طلعت من تحت الصفر. بس الحاجة المشتركة ما بين الثلاثة دول وغيرهم طبعا من أنجح رجال العالم، إن هم لقوا فكرة غير اعتيادية، أو زي ما بنقول out of box idea، فكرة خارج حدود الصندوق، اتمسكوا بيها، أمنوا بيها، وثقوا في نفسهم، تعبوا وتعبوا وتعبوا وعملوا حاجة. بعد كده الناس اللي كانت بتضحك عليهم دلوقتي بيوقفوا لهم احتراما، بيقولوا انجح ناس في العالم. مارك زوكربيرج عمل ايه؟ ويب سايت فيسبوك، 34 سنه ثروته بالمليارات. بيل جيتس مخترع الويندوز، الكمبيوتر اللي احنا قاعدين عليه ده كلنا. ستيف جوبز يعني ايه موبايل يبقى فيه زرار واحد؟ اول ما طلعت الموبايلات نوكيا لازم الزراير كلها. هل دلوقتي في حد بيستغنى عن اي حاجه من اللي عملوها الثلاثه دول؟ دي الحاجة المشتركة اللي ما بينهم، إن الثلاثة دول لقوا حاجة غير اعتيادية وعملوها. طيب أنت النهاردة عايز تعمل إيه في حياتك؟ كلنا، مش كل واحد فينا يقول لك أنا عايز فرصة، نفسي يبقى عندي فرصة، opportunity. عارف لو معايا كذا ده أنا هعمل وهعمل وأسوي. أنا عايز بس فرصة، عايز حد يكتشفني، عايز أعمل أي حاجة، ده أنا في دماغي أفكار رهيبة. كل واحد فينا بيدور على فرصة في حياته تنقله للأحسن بإذن الله. طيب الفرصة دي، أي فرصة في الحياة
بتتطلب ايه؟ بتتطلب او اي مشروع بتتطلب اول حاجه راس مال، يكون معاك فلوس. ما هو انت لو مش معاك فلوس ازاي هتستثمر ولا تبني مشروعك ولا تخش في اي حاجه بقلب جامد؟ فانت محتاج لازم يكون معاك راس مال، وفي فرص كتير راس مالها بالملايين. جميل. طيب دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون عندك الخبرة، لازم يكون عندك خبرة في المجال ده. انا عايز افتح شركة مقاولات، تمام؟ طب انا لو ما كنتش مهندس وفاهم في المقاولات والطوب والزلط والاسمنت والحديد التسليح، هفتح شركة مقاولات ازاي؟ طب انا لو ما كنتش عارف اصول الطبيخ وبطبخ كويس وعندي ناس متخصصة في الطبيخ، هفتح مصنع، هفتح مطعم ازاي؟ لو ما كانش لو انت كنت انا دكتور او اخويا دكتور او مراتي دكتوره او عندي حد من عيلتي دكتور، ازاي هفتح مستشفى؟ فلازم يبقى عندك خبره، والخبره دي بتيجي على مدار سنين طويله، الخبره دي مش دلوقتي. وكمان لازم يكون عندك الوقت الكافي انك تدير الفرصه بتاعتك. معلش انا اسف، لان انت لو حاجتك ما بتخليش بالك منها هتتسرق، صح؟ لو انت فتحت مطعم وانت مش واقف فيه، في شهر واحد هيفلس. لو انت عملت شركة مقاولات وما انتش واقف فيها، واللي بتراعي اللي داخل واللي طالع وانت اللي بتسعر المناقصات، في شهر واحد هتفلس. المال السايب بيعلم السرقة. فأهم حاجة ان انت بتراعي حاجتك، بتاخد منك وقت. انا النهاردة لما حاجة افتح اي مشروع ممكن يقعد من اقعد 24 ساعة نايم فيه بخبرتي وبفلوسي، فكل ده مجهود. واهم حاجة ان يكون عندك الفكرة نفسها، الفكرة اللي تخليك متميز، الفكرة اللي تخليك الناس بتيجي عليك، اللي يخليك تفرق عن فلان او عن علان. انك لازم يكون عندك فكرة او خدمة بتقدمها للناس، الناس بتستفيد منها، بتعمل قيمة لحياتهم، بتساعدهم في حياتهم اليومية. وده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة. اهم حاجة في البيزنس بتاعنا الفكرة بإذن الله. جميل جدا. طيب لما نيجي بقى نتكلم، انت عايز تعمل ايه في حياتك؟ هل انت عندك استعداد انك تعمل اي شيء للوصول لاحلامك؟ كلنا كنا بنحلم وما زلنا بنحلم، واحنا صغيرين واحنا كبار واحنا مراهقين واحنا رجالة وستات واحنا شباب واحنا متجوزين، لحد دلوقتي كلنا بنحلم. لان محمد منير مش قالك لو بطلنا نحلم نموت؟ الناس كلها بتحلم، والحلم ده اللي بيخلينا بنصبر او بيصبرنا على مصاعب الحياة، ان احنا بنأمل في حاجة احسن، في حاجة احلى تحصل لنا في المستقبل. في ناس كتيرة بتؤمن بالمعجزات، معجزات موجودة، بس عشان تحصل لك معجزة لازم تاخد خطوة فيها. فانت عايز، انت بقى مستعد ان المعجزة تحصل لك؟ المعجزة تحصل لك بمجهودك بشغلك. عندك طريقين، طريق في شمس وطريق في ظلام، طريق في نجاح وطريق في فشل. كلنا طبعا عارفين طريق النجاح ولازم نمشي فيه، محدش بيحب نمشي في طريق الفشل الا اللي هو عقله صعب. ازاي بقى النهاردة ان احنا ممكن نمشي في طريق نجاح يغير حياتنا كلها؟ عن طريق شركتنا، شركة دوبلي، اللي عملت لنا المعادلة الصعبة، ان ازاي الناس بتوفر فلوس وازاي يبقى تكسب فلوس. انتوا عارفين الناس كل ما كسبت فلوس كتير كل ما صرفت كتير، عندنا في دوبلي لا، الناس كل ما كسبت فلوس كتير كل ما هتوفر اكتر، رغم ان هم بيصرفوا اكتر. ازاي الكلام ده؟ لان دوبلي لما بدأت شغل اعتمدت على حقائق في الحياة ما بتتغيرش. رقم واحد، ان العالم كله مش هيتوقف عن الشراء والتسوق، صح؟ صح، مليون في المية. كلنا بنشتري الحاجات كل يوم، كل يوم، مفيش فينا واحد ما بيدفعش فلوس في أي حاجة، بيشتري كارت موبايل، بيحط بترول في السيارة، بيدفع مواقف، بيدفع مخالفات مرور، بيدفع مصاريف مدارس، بيشتري أكل، بيشتري مية. ما هو ده شراء وتسوق. رقم اتنين، المستقبل للتسوق الإلكتروني عبر النت الأونلاين. هو مش المستقبل، الناس كلها بتشتري أونلاين، الناس كلها عايزه توفر فلوس. الاونلاين ارخص من الاوفلاين، لان الاونلاين ما عندوش ايجار محل ومرتبات موظفين وميه وكهرباء والحاجات دي كلها.
الاونلاين اسرع، اللي يخليني الف من مكان لمكان. طب ما انا قاعد على موبايلي على لابتوبي 5 دقايق لفيت العالم كله، اشتريت الحاجه من مكانها الاصلي ووصلت لي لغايه باب البيت، وفرت وقت وفرت مجهود، مستريح، حاجه جات لي زي الباشا. اتفضل حاجتك. رقم 3، التجاره الالكترونيه كل يوم بتكبر وتكبر وتتوسع، واللي بيثبت كده كم اعلان بيجي لكم على الفيسبوك من ماركات عالميه عشان تشتروا اونلاين. اللي يثبت كده المواقع الكبيره، المحلات الكبيره زي تويز ار اس وسيرز وميسيز، اللي قفلوا محلاتهم واعلنوا افلاس ومعتمدين بس على المواقع. الناس لسه بتشتري من تويز ار اس بس من على الويب سايت، مش بتروح المحل. الناس لسه بتشتري من ميسيز بس على الويب سايت، بيشتروا من سيرز بس على الويب سايت. عمالقه التجاره الالكترونيه في العالم زي امازون، سوق دوت كوم، الحاجات دي كلها الناس كلها بتتجه تشتري اونلاين منهم. وكان في مقال منشور من فتره من على جريده الاتحاد، المره الجايه ان شاء الله نجيبه لكم، بيقول لك ان التسوق الالكتروني بيهز عرش تجاره التجزئه في امريكا. اللي كمان الاثبات الاكثر من ده الاحصائيه الجميله دي اللي معمول من موقع اسمه اي ماركتر، متخصص في الاحصائيات الاقتصاديه. الموقع ده جمع حجم مبيعات انفاق الناس على التجاره الالكترونيه والتسوق الالكتروني في العالم من 2013 ل 2018. جميل. لقينا ان احنا في 2013 الناس صرفت 1200 مليار دولار على التجاره الالكترونيه والتسوق الالكتروني. 1200 مليار، ما نتكلمش بالمليون. كل سنه بيزيد الارقام قدامكم. 2017 وصلنا ل 2300 مليار، والسنه دي باذن الله اللي احنا في بدايتها هيوصل المبلغ قرب 3000 مليار، 3 تريليون دولار. بنتكلم عن ميزانيات دول عظمى، بس دي كلها طالعه من جيوبنا احنا، احنا اللي بنساهم وبنشارك في التجاره الالكترونيه، لان احنا بنشتري وبنبيع وبنتسوق وبنجيب حاجات لينا. طيب ما دام انا بقى بخش في تجاره فانا لازم اكسب، صح؟ اي منطق في العالم، اي حد يقول لك اهم حد خش في التجاره مكسبها مضمون. حلو، احنا دخلنا في التجاره الالكترونيه العالميه، نكسب ازاي؟ ناخد حصه ازاي من ارباحنا دي او من مشاركتنا في العالم كله؟ ازاي يدخل لنا فلوس من التجاره الالكترونيه العالميه؟ عن طريق شركتنا، شركه دوبلي. ايه هي دوبلي؟ اكبر بوابه تسوق الكترونيه في العالم مع مبدا الكاش باك او الاسترداد النقدي. احنا بنسمع كتير عن الكاش باك، يقول لك استخدم الكريدت كارد بتاع البنك الفلاني وخد كاش باك 5%، تروح المحلات يقول لك اشتري 2 وخد 1 مجانا، ادفع 500 درهم او اشتري ب 500 درهم وخد فاوتشر بقيمه 50 درهم. الكاش باك يا جماعه او الاسترداد النقدي بقى اسلوب عالمي، ازاي اجذب الناس في الخدمة بتاعتي، بقدم لهم خدمة يجي عليا ناس كتير، لأن لو ما عملتش كده محدش هيجي. وما فيش أحسن منك تقول للناس تعالوا ادفعوا وخدوا فلوس تاني. اللي أنت هتدفعه بدل ما بتشتري ب50 بتشتريها ب40، بدل ما بتشتري ب100 بتشتريها ب70. رجعت له فلوس من اللي هو متعود يدفعه. طب إزاي بقى الكاش باك بتاعنا بتاع دوبلي حصل أونلاين؟ هنفترض احنا هنا طول عمرنا متسوقين، احنا متسوقين بنشتري طول عمرنا من المحلات الاونلاين، نايكي، اديداس، بوما، جوميا، جروبون، الحاجات دي كلها. انا طول عمري مثلا بشتري من جروبون، اوكي، هنا عندنا موقع في الامارات، اخواتي بيشتروا من جوميا في مصر. جميل. بما ان جروبون وجوميا من المحلات اللي احنا طول عمرنا بنشتري منهم، وفي نفس الوقت مسجلين تحت شركة دوبلي، فهم بيدفعوا عمولة لدوبلي لما متسوقين بتوع دوبلي يتسوقوا من عندهم. ليه بيدفعوا عمولة؟ لأن دوبلي راحت لجروبون ولجوميا قالت لهم أنا عندي فكرة تزود لكم أرباحكم ومبيعاتكم في العالم كله. إدينا على كتفك إزاي؟ إحنا في دوبلي عندنا أكتر من 500 مليون متسوق في جميع أنحاء العالم، الداتا بيز بتاعتنا، قاعدة البيانات. فإحنا هنحط الموقع بتاعكم قدام الناس دي كلها، اللي ما كانش يعرفكم هيعرفكم، اللي ما كانش بيشتري منكم حاجة هيشتري منكم، هيزود أرباحكم ومبيعاتكم. جميل؟ والله فكرة حلوة، أنتوا بتعملوا لنا دعاية يعني. بالظبط،
احنا بنعمل لكم دعاية، بنخلي الناس كلها تشوفكم، بس بدل ما بيخشوا يعملوا سيرش على جوجل هيخشوا على دوبلي ويعملوا سيرش على جوجل. طيب طب انتوا بقى تستفيدوا ايه؟ مش انتوا كجروب نجومي عندكم ميزانية سنوية للدعاية والاعلان؟ ايوه احنا بندفع كتير في النت بكل المواقع. احنا بقى هناخد جزء من الميزانية الدعاية دي في صورة عمولة هتدفعوها لنا لما الناس تشتري من عندكم، بس يكونوا داخلين من على دوبلي الاول. لكن الناس ما اشترتش ما بتدفعوش عمولة، فانتوا مش خسرانين حاجة. الناس اشترت هندفع، تدفعوا لنا عمولة اللي احنا متفقين عليها. الناس ما اشترتش ما بتدفعوا لناش حاجة. حلو الكلام، كلام جميل، احنا مش خسرانين حاجة. العمولة اللي بترجع لدوبلي، دوبلي بتعمل فيها ايه؟ بتقسمها لثلاث اقسام. القسم الاول والاكبر بيرجع تاني ليا انا كمتسوق. طيب ده كده حاجة جميلة. ازاي؟ لان انا كده طول عمري بدخل اشتري من جروبون بس من بره دوبلي، باخد احسن سعر وارخص حاجة وخلاص. لكن المرة دي انا دخلت على دوبلي ودوبلي وداني عند جروبون وفتحت الحساب بتاعي اللي على جروبون او على جوميا وخدت البوينت بتاعتي وخدت الديسكاونت وفي الاخر المبلغ النهائي خدت عليه كاش باك. ايوه يبقى انا كل مره هروح على دوبلي الاول وبعد كده دوبلي تودي لي عند المواقع اللي انا متعود اشتري منها. جميل جدا. الجزء الثاني بيرجع لمين؟ للبيزنس اسوشيت. مين هم؟ اللي هم الاعضاء في شركه دوبلي، اللي هم زي انا وزي حضراتكم كلكم معانا باذن الله. هدفنا الرئيسي نكبر عدد المتسوقين اللي بيشتروا حاجتهم العادية بس من خلال شركة دوبلي الأول، وكل عملية شراء بيعملوها وبيرجع لهم كاش باك احنا بيطلع لنا عمولة من الكاش باك، وكمان دوبلي بتدينا بونص وحوافز هنتكلم عليها بالتفصيل. الجزء الثالث بيرجع أرباح لشركة دوبلي. جميل، حلو جدا. ايه هي شركة دوبلي؟ مين شركة دوبلي؟ ما تعرفنا بيها. شركة دوبلي يا جماعة آسف معلش، شركة أمريكية اتأسست سنة 2003، المقر الرئيسي ليها في فلوريدا، ليها 7 مكاتب إقليمية: اليابان، دبي، ألمانيا، البرازيل، أمريكا، الهند، سنغافورة. ودوبلي الشركة الأم بتاعتنا اسمها شركة أومنتو. أومنتو دي شركة أمريكية مسجلة في الناسداك. هي الناسداك البورصة الأمريكية، أكبر سوق مال في العالم. في كام شركة في الناسداك؟ في العالم كله حوالي 3000 شركة في العالم. إيه الشركات اللي مسجلة في الناسداك؟ شركات اللي هي البسيطة: فيسبوك، جوجل، ياهو، مايكروسوفت، سامسونج، أبل. أكبر شركات في العالم مسجلة في الناسداك، اللي بابليك تريدد، الناس كلها بتتعامل على الأسهم بتاعتها. والحمد لله أومنتو واحدة من الشركات دي. أومنتو جماعة نفسها تحت منها 6 شركات: شركة دوبلي دوت كوم، الشركة اللي هي الموقع التسوق بتاعنا اللي احنا بنشتري من خلاله ويرجع لنا كاش باك، شركة دوبلي نتورك، الشركة اللي بتساعدنا ان احنا نكبر عدد المتسوقين بتوعنا في جميع انحاء العالم ويبقى عندنا فرق كبيرة وناس كبيرة كل ما تتسوق احنا يرجع لنا نسبة من الكاش باك بتاعهم. شركة بي اس بي ريوردز، الشركة المتخصصة في التعامل مع الشركات وازاي في شركات كبيرة بتخش كشركاء مع أومنتو ويبقى عندهم موقع التسوق الالكتروني بتاعهم. شركة فان، الشركة اللي بتروح تتفق مع المحلات انها تخش عند شركة دوبلي دوت كوم وتدي كاش باك للناس. الاربع شركات دول مملوكين بالكامل لشركة أومنتو. نيجي كمان على شركتين، شركتين كمان، شركة اسمها لاني بيكسل، واحدة من اكبر الشركات اللي بتعمل افلام انيميشن في العالم، اوكي، اللي عملوا فيلم الليجو موفي، وأومنتو بتمتلك 40% من لاني بيكسل. شركة اسمها كوانت سيستم، واحدة من أكبر شركات الاي تي في العالم اللي عملوا السوفت وير بتاع اي بي ام، سيتي بانك، ستاربكس، وأومنتو بتمتلك 20% من كوانت سيستم. نيجي لأعضاء مجلس الإدارة بتوعنا، دول أعضاء مجلس الإدارة بتوع شركة أومنتو وشركة دوبلي.
مستر مايكل هانسون مؤسس دوبلي والسي اي او بتاع شركة اومنتو. ده راجل ملياردير عنده خبرة اكتر من 20 سنة في مجال التسوق، التجارة الالكترونية والبيع المباشر وشبكات التسويق والعقارات وحاجات كتير جدا. ولما فكر في دوبلي قال انا عايز اعمل حاجة تساعد الناس ان هي توفر فلوس من اسلوب حياتها اليومي، من اللي بيعملوه، بتعملوا ايه، بتصرفوا فلوس كل يوم، بتشتروا حاجات كل يوم، هنخليكم توفروا بقى من فلوسكم دي. وكمان اللي عايز يعمل فلوس وعامل عايز يدخل فلوس زياده عنده، هنديه الفرصه انه يستفيد من مشتريات كل الناس اللي حواليه. وعشان دوبلي ما عندهاش حاجه تبيعها يا جماعه، انتوا شايفين دوبلي ما عندهاش اي منتج، دوبلي بتدي للناس خدمه انها توفر من مشترياتها. فطبعا مستر مايكل جاب معاه ناس كانت شغاله في اكبر شركات ومنظمات عالميه عشان يعملوا معاه اقوى فريق، يعمل اقوى قاعده لاكبر شركه عالميه دلوقتي، لان اهم حاجه ناسس صح. فمستر مايكل هانسون جاب معاه ناس حتى خبراتها اكبر من خبراته عشان يستفيد منها بدون. والكلام ده مش كلامي انا، تقدروا تلاقوه على جوجل، على اليوتيوب، خشوا اعملوا بحث عن مستر مايكل هانسون وعن دوبلي، وهتلاقوا برامج كتيره ومقابلات كتيره اتعملت مع مستر مايكل هانسون بيتكلم فيها عن دوبلي وعن الطفره اللي عملتها دوبلي في مجال التسوق اونلاين. لان دوبلي مش البوابه الوحيده اللي الناس بتشتري منها، لكن دوبلي البوابه الوحيده اللي بتدينا كاش باك عالمي في جميع انحاء العالم. جميل جدا. ايه مميزات التسوق من خلال موقع او شركة دوبلي؟ ده الموقع بتاعنا سهل جدا وبسيط وكل الناس تقدر تستخدمه. عندنا اكتر من 12 الف محل ومتجر وماركة عالمية مسجلين تحت شركة دوبلي. عندنا كاش باك بيوصل لنسبة 30%. عندنا اكتر من 1,200,000,000 منتج موجودين جوه المحلات دي، وده جزء من المحلات اللي موجودة عندنا في دوبلي. طيران الاتحاد، علي اكسبريس، جوميا، جروبون، لينوفو، سامسونج، نايكي، بوما، اديداس، ميسيز، مايكروسوفت، فور ايفر، كل ما تتخيلوه، بوكينج، هوتيل، كل ما تتخيلوه. وكمان الماركات العالميه، البراندات، الماركات الغاليه اللي احنا بنخاف ان احنا نخش نتفرج عليها في المولات، دوبلي جابتها، كيلفن كلاين، رالف لورين، الحاجات دي كلها دوبلي جابتها وحطتها معانا ونتسوق وناخد كاش باك. وكل محل او متجر او ماركه بيرجع نسبه كاش باك على حسب الاتفاق اللي تم بينه وما بين دوبلي. بس ناخد في بالنا حاجه، ان انا رايح اشتري الحاجه اللي انا عايزها من المكان اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه، كده كده هدفع فلوس. فلو جالي 1% او 30% انا كده كده موفر من مشترياتي. طب ازاي بوفر او بيرجع لي كاش باك؟ بمنتهى البساطة، الشخص اللي عزمك النهاردة بترجع له، بتسجل تحت الرابط الشخصي بتاعه أو اللينك بتاعه، بتسجل حساب كمتسوق، تروح تختار المحل اللي انت عايز تشتري منه، تعمل الأوردر بتاعك ويرجع لك كاش باك. ببساطة ناخد مثال، ده الموقع بتاعنا بالعربي وبالإنجليزي والفرنساوي، 10 لغات، ودوبلي ما شاء الله مسهلة علينا نعمل تسوق حسب الفئة، ندوس عليه يطلع لي الفئات كلها. طب ايه فرضا انا هسافر، هروح تذكره طيران، هسافر على مصر، بروح على الرحلات الجويه واسعار التذاكر، دوست عليها يطلع لي الشركات اللي تتعامل في الرحلات الجويه والتذاكر. طب انا بسافر على طيران الامارات، دوست عليها يقول لي تفضل بزياره emirates.com، دوست عليها وداني الموقع الاصلي لطيران الامارات. كده مهمه دوبلي خلصت. شفتوا بقى انا اشتريت حاجه من دوبلي، دوبلي وداني لطيران الامارات، عندي حساب هنا هخش عليه، هاخد الاميال بتاعتي، هاخد فاوتشراتي، هاخد ديسكاونت بتاعي، هاخد كل حاجه، والمبلغ النهائي اللي هدفعه في الاخر هو ده اللي هاخد عليه الكاش باك. يعني موفر في كل حاجه. طب فين الكاش باك بينزل لي؟ بينزل لي هنا، ده حسابي في دوبلي، نظره عامه عن الاستردادات النقديه، عندي مثلا $217 افيلابل، 18 دولار بندج او معلق متوفر ومعلق، وهنشرحهم بالتفصيل في التدريبات. هنا ده حسابي في دوبلي واقدر اسحب الفلوس ازاي. جميل جدا. طيب احنا في بدايه كلامنا قلنا ان دوبلي بتوفر لنا حاجتين، ازاي نوفر فلوس وازاي نعمل فلوس، الناس عايزه تعمل الموضوع ده. طب انا لو جيت سالتكم عايزين اي واحده توفروا فلوس ولا تعملوا فلوس، هتقولوا ايه؟
هنقول طبعا الإجابة بتاعتنا عايزين الاثنين، عايزين نوفر فلوس وعايزين نعمل فلوس. نتكلم على التوفير، التوفير ده بيكون من فلوسنا احنا، من جيوبنا احنا. فدوبلي قسمت المتسوقين في العالم لنوعين من المتسوقين، عندي متسوق ذكي وعندي متسوق أذكى. جميل. التسوق الذكي ده اللي تيجي تشرح له دوبلي حلو ومتحمس ويلا بينا وهنشتري ونوفر، وتيجي تقول له تعالى اشترك يقول لك لا معلش ده انت حتى لسه ما قلتش هتشترك بكام، يقول لك انا مش بتاع اني ادفع فلوس، لا 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 لا، في عندك حاجه ببلاش اديني ببلاش، لكن ادفع فلوس انا مجرب الحاجات دي كلها، انا ما بدفعش. فعشان الشخص ده دوبلي عملت له حساب مجانا، مجانا بتخش تسجل تحت الشخص اللي تحت اللينك بتاع الشخص اللي عزمك، متسوق مجاني، خش حط ايميل باسورد اشتري حاجتك ويرجع لك كاش باك بس كده. طب دوبلي بتستفيد من ايه اذا كان ما مش هتدفع حاجه؟ دوبلي ما بتستفيدش منك، دوبلي بتستفيد من المحلات لان هي بتاخد عمولتها من المحلات. دوبلي عايزك تتسوق اكتر عشان كل ما اتسوقت اكتر كل ما العمولات بقت اكتر لدوبلي، انت خد الكاش باك بتاعك لكن دوبلي هي مستفيده من المحلات. حلو جدا. المتسوق الاذكى اللي بيجي يقول لي طب انا محمد بستخدم الاونلاين كتير وعندي استخدامات كتير على الاونلاين، فاكيد لازم يبقى لي وضع سبيشال بقى ان انا اوفر اكتر، فلازم تعاملوني كسبيشال يعني شخص خاص. قلنا له تحت امرك. دوبلي عامله لك حساب خاص اسمه في اي بي. حلو الاسم في اي بي، فيري امبورتنت بيرسون، يعني شخص مهم جدا وكل الناس بتحب انها تتعامل كفي اي بي، العادي والمخصوص وكل الناس عايزه المخصوص. طب ايه بقى عضويه الفي اي بي دي؟ دي عضويه سنويه في السنه، اكيد ما دام عضويه ممبرشيب يبقى ليها اشتراك صح؟ ليها اشتراك بكام؟ ب 99 دولار في السنه، يعني بالاماراتي حوالي 360 درهم في السنة، يعني درهم في اليوم، يعني 5 جنيه في اليوم اللي هي ما بتجيبش أي حاجة. طب إيه اللي يخليني أدفع 99 دولار في السنة وأنا عندي العضوية المجانية؟ أكيد في مميزات، طبعا أكيد في مميزات. أول ميزة للعضوية الفي أي بي إنك بتاخد 2% كاش باك زيادة فوق الفري، يعني أنا رايح أشتري موبايل من جوميا وهاخد وانا فري هاخد 5% كاش باك، وانا في اي بي وهشتري نفس الموبايل هاخد 7% كاش باك، فكده 2% كاش باك زياده في جيبي من غير ما اعمل اي حاجه. جميل؟ جميل. وعشان انت كشخص في اي بي دوبلي بتعاملك كفي اي بي، فدوبلي بتديك دوبلي كريدت ديبت كارد، دوبلي كارد اللي تقدر تحول عليه الكاش باك بتاعك من حسابك في دوبلي على الكارت ده وتسحبه من اي مكنه سحب في العالم وتاخد الكاش باك بتاعك فلوس حقيقيه، مش اميال، مش نقط، مش كريدت، مش فاوتشرات، مش حاجه ما انت شايفها، لا حاجه ملموسه في ايديك، وكمان تقدر تستخدم ده في مشترياتك اونلاين واوفلاين. ونسمع بقى اللي هيتقال، نركز كده. الكارت ده اللي فيه كارت جديد دوبلي مطلعاه هيتم الاعلان عنه في المؤتمر السنوي لدوبلي يوم 9 و10 مارس في فندق اطلانتس هنا في دبي. الكارت اللي هيطلع هيدينا 4% كاش باك على اي عمليه شراء بنعملها في العالم سواء كانت اوف لاين او اون لاين. يعني هنروح نشتري حاجاتنا من كارفور هيرجع لنا 4% كاش باك، كارفور مش مع دوبلي بس انا هستخدم الكارت. ودي بقى الفكره العبقريه اللي في دوبلي، ان دوبلي خلت العالم كله، مش 12,000 محل، العالم كله تحت دوبلي. اروح ادفع مصاريف مدارس ولادي هاخد 4% كاش باك، احط بترول في السياره هاخد 4% كاش باك، اشتري ادويه ربنا يبعد عنكم الامراض اخد 4% كاش باك، ادفع مخالفات المرور اخد 4% كاش باك. في اي مكان بستخدم فيه المكنه او الكارت في العالم
اخد 4% كاش باك. دخلت اونلاين مواقع مش موجوده في دبلي بشتري منها وبدفع بالكارت هاخد 4% كاش باك. طب اشتريت بمواقع موجوده في دبلي هاخد الكاش باك بتاع الموقع بالاضافه ل 4% كاش باك. والكارت ده بقدر احط فيه فلوس مش بس تحويل العمولات، اقدر احول عليه من اي صرافه من اي حساب بنكي احط فيه فلوسي ويرجع لي عليها كاش باك. شفتوا العظمه بتاعه شركه دبلي؟ الكارت ده احنا لسه مش عارفين هيكون ماستر ولا فيزا، هيتم الاعلان عنه ان شاء الله في شهر مارس. فنصيحه يا جماعه، كل الناس تيجي تحضر المؤتمر السنوي، لان الكارت ده واحد من الحاجات اللي هيتم الاعلان عنها اللي هتقلب الدنيا كلها باذن الله. اعتقد انا ممكن كده اقفل المحاضره وخلصها، صح؟ كفايه ان فكره عبقريه صعوبتها في سهولتها، بدل ما تروح دبلي لكل المحلات اللي في العالم تتفق معاها، لا دبلي راحت للفيزا او للماستر واتفقت معاها. خلصناها، جبناها من السورس، جبناها من الاصل، ايا كان المحل، البقاله اللي تحت البيت، المغسله، 4% كاش باك. طب ايه تاني؟ هو طبعا بعد ده ما ينفعش يتقال، بس خلونا نشوف مميزات عضويه الفي اي بي. عندنا صاله الفي اي بي وفيها مميزات مهوله جدا وتخفيضات، زي عندنا موقع حجز اسمه سفريات دبلي. موقع بيديني تخفيض ديسكاونت بيوصل لغاية 60% على أسعار الغرف بالإضافة ل 6% كاش باك. مثال عشان تصدقوا، موقع بس بتاع دبلي وبتاع العضو الأعضاء الفي اي بي ده، أنت ممكن تعمل بيه بيزنس رهيب. الموقع ده شايفين، أنا عملت سيرش يوم تشيك إن يوم 9/3/2018 في المؤتمر بتاع دبلي، وتشيك أوت يوم 10/3/2018 في دبي. أدي أسعار الغرف. فندق بونينجتون في جوميرا جنب أطلانتس، سعر الغرفة 2479، سعرنا احنا في دبلي 280، يعني موفرين 200 درهم في الليلة. 200 درهم يعني انا لو حجزت الليلتين 400 درهم اللي هي حق العضوية في سنة. لا خلينا كمان، فيرمونت بالم الليلة ب 1700، احنا ب 1785 درهم توفير في ليله واحده. 8 كارتين في اي بي، 8 عضويتين. شايفين التخفيضات؟ وتقدروا تعملوا مقارنه على الحاجات دي كلها على موقع بوكينج. خشوا على دبلي شوفوا التواريخ، روحوا على بوكينج وعلى هوتلز وهتلاقوا الفرق الرهيب. كمان عندنا عروض للناس اللي مقيمة في أمريكا وكندا، برنامج اسمه سيفر جايد بيدينا تخفيضات ل 400 درهم فاوتشرات، 400 دولار آسف، 100 دولار فاوتشرات على الأكل و 300 دولار مشتريات. واللي بيشتري عضوية في اي بي كان في شهر يناير، شهر 12 وشهر 1 وشهر 2 ومقيم في أمريكا وكندا، بياخد البرنامج ده مجانا، بدل ما يدفع 20 دولار في السنه بياخده مجانا، بيستفيد بال 400 دولار فاوتشرات. عندي قسائم خطوط الطيران، بشتري فاوتشرات بسافر على مصر، بخش على موقع اسمه MMI Travel هنا تبع دبلي، بشوف السعر التذكره بكام، في فاوتشرات موجوده، بشتري الفاوتشر 500 دولار 200 دولار 100 دولار 50 100 50 25 باخد 10% ديسكاونت على الفاوتشر. كمان عندي موقع اسمه تريب اكس او اكس او، باقات الانشطه ومدن الملاهي، بيديني تخفيضات على الاماكن على اسعار دخول الاماكن الترفيهيه في اكثر من 30 دوله في العالم، تخفيض بيوصل لنسبه 30% على اسعار الدخول، برج خليفه، ليجو لاند، ديزني لاند، حاجات كتير جدا بس تشتريه ب 10 دولار في السنه. مين يعرف كتاب الانترتينر؟ اشتري واحد خد واحد مجانا. كتاب الانترتينر انا بشتريه بتاع ابو ظبي بس ب 400 درهم. لا دبلي جابت لنا بقى الانترتينر شغال في 11 دوله، وجمعت كوبونات من كل دول على حسب الناس اللي بتسافر وبتلف، وبدل ما ب 400 درهم لا عملته لنا ب 40 دولار.
وكمان المفاجأة بتاع الدوبلي اللي بيشتري عضوية أو يفعل عضوية في أي بي في شهر 12 اللي فات وشهر 1 وشهر 2 لسه عندنا شهر، بياخد كتاب الانترتينر مجانا $40 مجانا، بيقدر يستخدمه لغاية آخر شهر 7 لأن الانترتينر كان نزل في شهر 7 السنة اللي فاتت. فمعاكم دلوقتي 5 شهور كاملين تقدروا تستخدموا فيهم الانترتينر فري. الناس اللي هتيجي دبي هتلاقوا حاجات كتيره جدا تستخدموها في الانترتينر، انترتينر هتوفروا من مشترياتكم، من اكلكم، من كل حاجه. وده كل دي مميزات الفي اي بي. تخيلوا بقى قد ايه توفير. كمان انت كمتسوق فري او في اي بي عندك الامكانيه انك ترشح اصدقاء ان هم يخشوا كمتسوقين، ودوبلي بتديك على كل ترشيح $10 وليها شروط بنتكلم عليها في التدريبات ان شاء الله. كمان انت كمتسوق في دوبلي سواء فري او في اي بي كل شهر بتاخد $15 تجمع $15 كاش باك، دوبلي تديك $10 بونص هديه عشان تشجعك انك تتسوق. افرض انا مثلا اشتريت حاجات ب $13، لا ده انا لو خدت كاش باك بس $2 هاخد كمان $10، لا اروح اشتري حاجات واخد لي كاش باك $2. $15 فما طالع دوبلي بتديك $10 بونص شهريا ملهاش ليميتس. طيب السؤال بقى ان احنا ازاي تمام بناخد الكاش باك بتاعنا؟ عالميا حاليا بقدر احول الكاش باك بتاعي على حساب الباي بال، او هحوله انا كمتسوق في اي بي احوله على دوبلي ماستر او دوبلي كريدت ديبت كارد اللي هيطلع في شهر مارس ان شاء الله. اقدر احول الفلوس واستخدمها واسحبها من اي مكنه او اي حاجه. في امريكا وفي الهند عندهم شبكات تحويل بنقدر ان احنا نحمل او ان احنا نحول عليهم الكاش باك بتاعنا. ايه رايكم في التوفير؟ ايه رايكم في الكاش باك؟ كام واحد يقدر؟ كلنا محتاجين الكارت بتاع دوبلي ان شاء الله. لو اللي بيقول انا ما بتسوقش اونلاين، مش عايزينك تتسوق اونلاين، احنا عايزينك تتسوق اوفلاين. روح اشتري اكلك من مطعم، روح اشتري حاجاتك من كارفور، البقاله بتاعتك من اي مكان في العالم، بتدفع بالكارت بتاخد 4% كاش باك. ايه رايكم في العظمه بتاعت شركه دوبلي؟ ده جزء التوفير. وما اعتقدش كل ده بنتكلم على عضوية في اي بي ب 360 درهم اللي هي قسما بالله والله العظيم لو احنا خرجنا احنا في اي ويك اند اي اجازة بنخرج نتغدى او نتعشى بره انا وبنتي ومراتي مش اقل من 300-400 درهم. فاحنا بنتكلم في مصر اي طلعة اي عزومة مش اقل من 1000-1500-2000 جنيه لو انا عازم ناس في عزومه، صح؟ فيبقى كلنا محتاجين العضويه اللي تساعدنا في توفير الفلوس اللي احنا طول عمرنا بندفعها ومش متوقعين ان في حاجه تجيلنا منها. نتكلم بقى على البيزنس. احنا كده وفرنا، ازاي بقى نجيب فلوس عشان نوفر منها؟ لان لو انا ما عنديش فلوس مش هوفر، مش هعرف اصرف، مش هعرف استمتع بحياتي، مش هعرف اعيش حياتي كويس. فاحنا النهارده هنتكلم على فرصه البيزنس. لو احنا دلوقتي يا جماعه انا عايز ابقى وكيل لشركه عالميه، فرضا شركه سامسونج بتاعت الموبايلات، انا معايا موبايل سامسونج، رحت لهم وقلت لهم انا عايز ابقى وكيلكم في الامارات يا جماعه، قالوا لي اوكي يا محمد ما عندناش مشكله، روح اجر لك محل. حلو، اجر لك محل في اي مكان، اي مول، اشتريه، اعمل ديكوراتك، اعمل اضاءه، كل الحاجات دي كلها ده شغلك انت والبيزنس بتاعك، اوكي؟ ما احنا مالناش دعوه بيه. ولينا 3 شروط، اول شرط انك بتمضي عقد بيننا وبينك، انت هتشتغل تحت اسمنا، هنديك دعم، هنديك سبورت، فانت لازم بتدفع لنا سنويا مصاريف الوكاله وتجديد العقد بتاعنا، امال هتشتغل تحت اسمنا كده ببلاش؟ لا طبعا. الشرط الثاني انت كوكيل لسامسونج هتبيع ايه؟ هبيع سامسونج، يعني ايه؟ حاجات سامسونج، موبايلات، لابتوب، مايكروويف، تلفزيونات، ثلاجات، غسالات. حلو، فانت بتشتري مننا من سامسونج بالجمله مشتريات وتبيعها بالقطاعي عشان تاخد الربح بتاعك.
بس خلي بالك انت كل سنه ليك حد معين، ليك تارجت معين ما ينفعش تنزل عنه. بتشتري مني مثلا بمليون درهم، بعتهم وزعتهم فرقتهم صدقه، ده شغلك انت، لكن انت بتشتري مني بمليون درهم. ما ينفعش سنه تقول لي هشتري بنص مليون، لا هقول لك هدور على وكيل تاني. صح، مبدأ الوكالات في أي مكان في العالم. الشرط الثالث إنك بتكون وكيل حصري في المنطقة اللي أنت فيها. ما بتكونش وكيل بس في ما بتكونش وكيل في الإمارات وفي مصر وفي السعودية أي سامسونج في العالم، لا، بتكون وكيل مثلا في الإمارات وبس. طيب يا جماعة خلونا كده نحسبها، عشان أكون وكيل لشركة عالمية في أي مكان في البلد اللي أنا فيها، ممكن أدفع كام؟ هدفع كتير، آلاف الدولارات، ممكن مئات الآلاف، ساعات توصل ملايين. لما شركة عالمية زي سامسونج ولا آبل أكون وكيل ليهم، وبكون وكيل في منطقة واحدة. طب إيه رأيكم إن دوبلي بقى أدتنا فرصة رهيبة إن إحنا نبقى وكلاء لدوبلي، نسوق الموقع بتاع دوبلي، الموقع بتاعنا هيبقى عندي موقع فيه 12 ألف في شركة ومتجر عالمي أونلاين، ده غير الأوفلاين اللي داخل، ان انا اسوقه موقع جاهز. ده انا لو رحت جريت على 3 4 شركات من دول هصرف لي 50 60 الف دولار عشان بس اسافر لهم واتكلم معاهم. دوبلي جابت لي موقع جاهز، قالت لي اتفضل ده موقع جاهز سوقه، وهتكون وكيل لدوبلي في اي مكان في العالم، في الامارات، في السعوديه، في مصر، في امريكا، في فرنسا، في البرتغال، في اي حته، وهتقدر تكسب ويبقى عندك بيزنس عالمي. طب ازاي اكون وكيل لدوبلي؟ بنتكلم بقى في البيزنس. في سامسونج احنا ممكن نصرف الاف وملايين الدولارات عشان اكون وكيل، لكن دوبلي قالت احنا عندنا طريقتين سهلين ان احنا عشان الناس تخش وتبقى وكلاء معانا في دوبلي. اول حاجه، حاجه اسمها التيم ممبر، باقه التيم ممبر. ايه اللي موجود جوه الباقه دي؟ اولا موجود الرخصة، العقد اللي بيني وبين دوبلي اللي بيخليني بقدر اعمل تسويق لموقع دوبلي، اني اقدر اعمل محاضرة زي ما انا بعملها دلوقتي، اللي يخليني اقدر استلم فلوس وعمولات من دوبلي. الرخصة دي بتكلفني كام عشان اخد الرخصة دي كل سنة؟ بتكلفني 99 دولار مرة واحدة في العمر، اول سنة بدفع فيها 99 دولار، وكل سنة بجددها ب 39 دولار وبجدد الموقع بتاعي وصيانة للموقع كامل. كده بقيت وكيل لدوبلي. البلاد اللي فيها وكيل محلي لدوبلي زي السعودية، زي الإمارات، الرخصة دي بتكون ب 124 دولار، والتجديد بيكون ب 44 دولار سنوي. نيجي بقى للجزء الثاني اللي زي سامسونج، قالت لمحمد بتشتري بالجملة منتجات سامسونج، دوبلي قالت لي بتشتري بالجمله منتجات دوبلي. طب ايه هي منتجات دوبلي؟ هل انتوا شفتوا ان دوبلي بتبيع حاجه في الكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ دوبلي ما عندهاش حاجه تبيعها لنا، دوبلي عندها خدمه سيرفيس تقدمها للناس، ان احنا كل ما نتسوق يرجع لنا كاش باك اونلاين ولا اوفلاين، يرجع لنا 4% اوفلاين، يرجع لنا اونلاين 4% ولغايه 34%. ايه هي الخدمه دي؟ اللي هي العضويات الفي اي بي. هو ده المنتج الوحيد اللي دوبلي. دوبلي قالت يا محمد ده المنتج الوحيد بتاعي، العضويه اللي في اي بي اللي انت بتسوقها. مش في ناس كتيره بتتصل بيكوا كل شويه عندنا عضويه في فندق الفلاني، في ايه معرفش ايه كلاب، الحاجات بتدينا تخفيضات، بتدينا حاجات، كل ده نفس الحكايه. دوبلي بتقول لك بتشتري باقه بالجمله 6 عضويات في اي بي بس، بتدفع حق 5 بس وبتاخد واحده مجانا، 5 في 99 ب 495 دولار. وبتعمل بيهم ايه دول؟ بتبيعهم. انت اساس شغلك تسويق، بتسوق الموقع وتخلي الناس توفر، هتبيعهم، تخلي واحده لنفسك وتبيع الخمسه لاصحابك لقرايبك اللي بتسوقه اونلاين او اوفلاين. مش او اوفلاين، بتسوق اونلاين واوفلاين، ولما يطلع لهم الكارت كل واحد، حتى الكارت ده سهل كتير، في بلاد صعب جدا ان يطلع لهم كارت من البنك زي مصر، زي الجزائر، زي ليبيا، الكارت ده هيطلع لكل الاعضاء الفي اي بي ببلاش. كل الاعضاء الفي اي بي من حقهم يطلع لهم الكارت. تخيلوا بقى ان الكارت حل مشاكل ان يكون عندك حساب في البنك، او انك تقدم على فيزا او كريدت كارد
ولازم يحجزوا وديعة كبيرة والحاجات دي كلها. تخيلوا مدى الفايدة اللي الناس هتستفيد منها من عضويات الفي اي بي. كمان بتاخد كورسات تدريبية، 4 كورسات تدريبية من واحدة من أكبر مؤسسات التدريب في أمريكا اسمها بيج آل أكاديمي، متخصصين في الليدرشيب تريننج، كورسات القيادة والتنمية البشرية وتطوير الذات. تاخد كل كورس من الأربعة دول، 4 كورسات، كل كورس فيهم المفروض ب $250، يعني الأربعة ب $1000. تخش تحضر الكورس أونلاين، تخلص تروح الامتحان، تخلص الـ4 امتحانات، تطبع شهادة إنك معاك 4 كورسات من بيك آل، بالإضافة ل5 مستويات تانيين من التدريبات، إزاي بتبدأ شغل مع دوبلي، وإزاي تكون وكيل محترف من دوبلي. الحاجات دي كلها بأكتر من $1000 أو $2000، كل ده بتاخده مجانا، ده هدية من دوبلي لينا كلنا عشان نكون وكلاء محترفين من دوبلي. لو بصينا على الباقة دي بأكتر بحوالي $1700، بأكتر من كده كمان، لكن كل اللي احنا بندفعه $594، اللي هم 99 زائد 495، وبقيت وكيل لدوبلي موجود ومؤهل اني ابدأ شغل بتاعي. الطريقة التانية للناس اللي عايزة تبني بيزنس جامد، الناس اللي عايزة تقول لك انا بحب ابدأ كبير عشان ابدأ كبير عشان اكون كبير، اللي بيخشوا بقى على مش تعامل افراد بس كاشباك، تعامل شركات ويستفيدوا من الكاشباك بتاع الشركات، باقة اسمها البي بي اي بارتنر بروجرام اكسلريتور، والباقة دي اللي بتخليك مؤهل انك تجيب شركاء مع اومنتو ويكون عندهم موقع التسوق الالكتروني بتاعهم، وهنشرحها بالتفصيل. بس ايه اللي موجود في الباقه دي؟ اولا موجود فيها رخصه الوكاله اللي بقيمه $99 بس، بتاخدها مجانا في اول سنه. اوكي، النقطه الثانيه، دوبلي بتقول لك بدل ما بتشتري، انت راجل داخل تبني بيزنس على مستوى عالي ومستوى كبير، فبدل ما بتشتري 6 عضويات في اي بي، لا بتشتري 30 عضويه في اي بي بس، بتدفع حق 25 وبتاخد 5 مجانا. يعني ادي 5 $500 بونص مبدئي في جيبك في بدايه الشغل. وكمان بتاخد برنامج مخصص للتعامل مع الشركات اسمه البي اس بي ريورز، ده بقيمه $1000 بتاخده مجانا. والكورسات التدريبيه بتاعت بيج ال وبتاعت دوبلي اكاديمي اللي باكثر من $1000 بتاخدها مجانا. وبتاخد صفحات جذب الزبائن، لاندنج بيج تقدر تنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعك، وتساعدك في تسويق العضويات بتاعتك وتجيب لك متسوقين من جميع انحاء العالم، ودي ب $400 سنويا، لكن انت كبي بي ايه بتاخدها مجانا. كل حاجه بتاخدها مجانا. لو حسبت القيمة الإجمالية للباقة دي بحوالي أكتر من $5400، لكن كل اللي أنت بتدفعه اللي هو حق 25 عضوية في 99 ب $2475، وبقيت عضو مؤهل للتعامل مع الشركات. تمام، حلو الكلام. شركات مين يا عم؟ أنت بتتكلم $2500، مش ده الكلام اللي بيتقال؟ مش ده في ناس كتيرة زعلت. $2500 يعني 10,000 درهم، يعني بنتكلم على 50,000 جنيه مصري. انت عارف دول يعملوا ايه؟ هم بصراحة ما يعملوش حاجة، لكن انا حوريك دول يعملوا ايه واكتر مما تتخيل بحاجة بسيطة جدا. الباقة الشاملة البي بي اي ده البرنامج البي اس بي ريوردز اللي بيخلينا شركات كبيرة في عالميا بتيجي تبقى شركاء مع اومنتو، شركاء مع دوبلي، بيشتروا الموقع بتاع دوبلي كاملا ويشيلوا اللوجو بتاع دوبلي ويحطوا اللوجو بتاعهم هم، ويبقى عندهم موقع جاهز، موقع دوبلي كامل بتاعهم، الناس تتسوق من عندهم ويرجع لهم كاش باك. مثال، بصوا كده، ادي الموقع بتاع دوبلي اهو، حلو، وادي المحلات، بصوا كده على الشمال، جمعية المودة للتنمية الأسرية، دي جمعية خيرية في السعودية، نفس الموقع بتاع دوبلي هو هو. بصوا اهو، ثواني، ادي دوبلي، ادي مودة، ادي مودة، ادي دوبلي، ادي دوبلي، ادي مودة. حلو، الجمعية دي قررت ان يبقى عندها موقع تسوق الكتروني تستفيد. الجمعيات الخيرية مصدر دخلها ايه؟ تبرعات الناس، صح؟
فالجمعية دي قالت بدل ما نجبر الناس على التبرعات، لا ده احنا هنعمل لهم خدمة، هيشتروا اللي هم عايزينه، وده يعتبر تبرعهم لان احنا هنستفيد منهم. الجمعية دي لو فرضنا ان هي بعد ما دخلت واشترت الموقع بتاع دوبلي وحطت اللوجو بتاعها، وبقى عندها كل اعضاء الجمعية واصحابهم وعائلاتهم بقوا متسوقين مجانيين، فرضنا 10,000 متسوق، وكل واحد فيهم اشترى الحاجات اللي هو عايزها ورجع له كاش باك في السنة $150. اوكي، الجمعية بتستفيد ايه؟ بتستفيد 30% من الكاش باك بتاع كل شخص من غير ما ينقص الكاش باك بتاعهم حاجة. 30% من ال 150 يعني $45 في 10,000، ادي $450,000. والجمعيه قاعده كل اللي عملته عملت شويه اعلانات في مقرات الجمعيه وعن طريق الناس، ورجع لها $450,000 في السنه من كاش باك بتاع الناس. طب الشخص بقى، انا الشخص اللي ما اعرفش الجمعيه، نعرف بس مدير الجمعيه واقنعته بالفكره وتسوق والناس دخلوا تحت اللينك بتاعي، انا تحت الاي دي بتاع البي بي اي، بستفيد ايه؟ بستفيد من 10 ل 27.5% من الكاش باك. فرضنا 10% اقل حاجه، 10% من ال 150 يعني $15، في 10,000 ادي $150,000 في السنه من ناس انا ما اعرفهمش، ما ليش علاقه بيهم، ناس عايشين حياتهم بمنتهى الطبيعيه، بيشتروا اللي عايزينه اونلاين اوفلاين وياخدوا كاش باك، وانا بيطلع لي 10% من الكاش باك بتاعهم، $150,000 في السنه. ده مثال، ممكن يكون اكتر كل ما كان مجهودك اكبر واكبر. مين الشركات اللي ممكن يخشوا معانا؟ اي شركات عندهم قاعده بيانات، بنوك، مستشفيات، جامعات، معاهد، مدارس، شركات اتصالات، شركات تامين، منظمات حكوميه، منظمات غير حكوميه، جمعيات خيريه، اي حاجه، ممثلين، مطربين، مغنيين، ناس عندهم فولورز، عندهم متابعين على وسائل التواصل، اي حاجه، عمرو دياب، هيفا وهبي، نانسي عجرم، لسه كل الناس دي، تخيلوا لما يعملوا موقع تسوق باسمهم باللوجو بتاعهم، كل الفولورز يخشوا يتسوقوا ويرجع لهم هم كاش باك، والناس كلها يرجع لها كاش باك، ويوم ما يستفيدوا ب 30% من الكاش باك بتاعت الناس. فما اعتقدش ان $2,500 كبيرة على بيزنس بالحجم ده. وفي حسابنا في دوبلي بنلاقي حاجات كتيرة بتساعدنا في التسويق، ويبينارز، بانرات، مجازين، حاجات كتيرة ولوجوهات بتساعدنا في التسويق عن شغلنا وعن البيزنس بتاعنا، وحاجات كلها احترافية. لكن اهم حاجة جماعة في شغلنا التيم وورك، فريق العمل. لو ما عندناش فريق عمل متعاون، محدش هنا بينجح لوحده، الناس هنا كلها بتشتغل مع بعض وبتنجح مع بعض، مفيش حد بينجح لوحده. ودي صفحات جذب الزبائن اللي الناس بتقدر تحطها على مواقع التواصل الاجتماعي وتجيب لنا متسوقين، ودي الكورسات بتاعه دوبلي اكاديمي اللي هنشرحها ان شاء الله بالتفصيل في التدريبات، ودي الشهادات بتاعه دوبلي اكاديمي، ادي بيج ال محمد كمال اهو، ادي ليفل 1 دوبلي اكاديمي، ودي ليفل 2، دول كورسات اللي بياخدها كل عضو في دوبلي، ودي الثلاث كورسات بتاعه البي بي اي عشان اكون عضو مؤهل اني ادخل شركات تحت مني. لان لما قررت ادخل دوبلي دخلت دوبلي كبي بي اي، لان ده الفيوتشر وده المستقبل بتاعنا باذن الله. طرق جني الارباح، عندي ثلاث طرق، بشتغل على قاعده المتسوقين، ببني بجيب معايا شركاء عمل، بشتغل على شركات ودي حصريا للبي بي اي. عندي 8 طرق من طرق الدخل، بشتغل على 2 فيهم بس والباقيين بيجوا اوتوماتيك. نبدا اول واحده، قاعده متسوقين. النهارده انتوا انضميتوا لدوبلي او انا دخلت دوبلي، سواء كان تيم ممبر او بي بي اي، ده رايكم واختياركم. دوبلي بتدي لكل واحد رقم اي دي، بعمل بيه اللينك بتاعي www.dobli.com/id، ده اللينك او الرابط الشخصي بتاعي. بعمل بيه ايه بقى؟ انشر ولك الاجر، انشر في كل وسائل التواصل الاجتماعي بتاعك في كل حته في العالم، حط بوست جميل، وهنلاقي حاجات كتيره بتساعدنا في الموقع. يا جماعه فرصه كبيره وفرصه عظيمه، لاول مره في الامارات، اول مره في السعوديه، في مصر، في امريكا، خشوا تسوقوا من اكبر بوابه تسوق الكترونيه في العالم،
وخدوا كاش باك يوصل من 4 ل 34%. اوكي، التسجيل مجانا، الكلمة السحرية التسجيل مجانا. اضغط على اللينك، لما الناس تشوف التسجيل مجانا تمام هتعمل ايه؟ فرضا انا عندي، اي واحد فيكم عنده مثلا 500 واحد على الفيسبوك، جميل، هنفترض 20%، يعني 100 شخص دخلوا سجلوا مجانا. ايه يا محمد الموضوع ده؟ والله خشوا اتسوقوا خدوا الكاش باك، يعني مش هندفع حاجه؟ لا مش هتدفعوا حاجه. دخلوا بداوا يتسوقوا متسوقين، ما احنا ما بنتكلمش على الفي اي بي، احنا بنتكلم على الفري. بداوا يتسوقوا يرجع لهم كاش باك، هيعملوا ايه؟ هيتكلموا، هيشيروا اللينك بتاعك على الصفحات بتاعتهم. يعني ال100 شخص دول لو كل واحد فيهم شير ل10 جاب 10 متسوقين، وهنوريه ازاي يقدر يستفيد منهم، بقى عندك 1000 متسوق. 5-6 شهور بقى او 3000، سنه ولا سنتين بقى عندك 10000 متسوق. هل ضروري انك تعرف ال10000 متسوق؟ لا، دي قوه السوشيال ميديا، العالم كله بتقدر تلفه في ثانيه واحده. طب ال10000 دول بيعملوا ايه؟ بيتسوقوا حاجتهم من اكبر شركات في العالم مسجله تحت شركه دوبلي، بيشتروا حاجتهم اللي هم عايزينها وبيرجع لهم كاش باك، وانت بيرجع لك من 20 ل 30% من الكاش باك الاساسي بتاعهم. حلو، نفهم الموضوع ازاي. ناخد مثال، موقع اسمه جوميا في مصر، زي موقع سوق دوت كوم، واحد من اكبر المواقع اللي بتبيع كل حاجه، كل حاجه. اوكي، لو انت متسوق فري على جوميا هيديك 8% كاش باك. حلو، انا فرضا رايح اشتري حاجات من جوميا، لقيت اخويا بيقول لي استنى محمد انت بتشتري ايه من جوميا؟ لا ده انا هديك لينك بتاعي، سجل تحت مني مجانا وروح اشتري اللي انت عايزه مجانا. مجانا، حلو. فرضا انا مشترياتي في السنه من جوميا بقيمه 1000 دولار، ده جوميا بشتري منه ايه؟ بشتري منه بقاله، بشتري منه هدوم، بشتري منه موبايلات، بشتري كل حاجه. يعني 1000 دولار في السنه يعني حوالي 17000 جنيه، يعني مش محصله 1500 جنيه في الشهر مشترياتك، اللي هو محدش بيصرف 1500 في الشهر، الناس بتصرف اكتر بكتير. طب انا بقى اشتريت حاجات من جوميا في السنه ب 1000 دولار، رجع لي كام؟ رجع لي 80 دولار. واو، 80 دولار دول انا ما كنتش متخيل ان هم يرجعوا لي، لان دي كده كده فلوس كانت رايحه عليا. فروحت لمصطفى اخويا، والله مصطفى كتر خيرك، ده انت اديتني هديه لينك، ده انا رجع لي 80 دولار. قال لي لا خلي بالك، انا كمان كسبت من وراك، رجع لي 20% من ال 80 دولار، رجع لي 16 دولار وانا قاعد في بيتنا معزز مكرم، بس عشان انا وريتك ازاي تتسوق بطريقه صحيحه وتوفر فلوس. طب لو فرضنا يا جماعه ان انتوا بعد سنه او سنتين من شغلكم في دوبلي بقى تحت منكم 500 متسوق فري، 500 فري، وكل واحد فيهم بيعمل تسوق بقيمه 1000 دولار في السنه اونلاين. 1000 دولار في السنه يا جماعه دي 8 تذكره طيران واحده، مش بس ال 500 دول في مصر، دول في اي مكان في العالم، في الامارات، في امريكا، في قطر، في السعوديه، في البحرين، في اي حته. 1000 دولار في السنة اللي هي ما تجيبش حق موبايل، وهنفترض انه مش بيرجع لهم كاش باك 8% ولا 10%، لا 5%، يعني كل واحد 50 دولار كاش باك، وانت بيرجع لك 20%، يعني 10 دولار في 500 شخص، ادي 5000 دولار سنويا جاية من مشتريات الناس، دخل متجدد جاييلك، وانت وشطارتك ال 500 دول خليهم 5000، 50000، 5 مليون، على قد ما ربنا يقدر. اتفقنا في الاول الناس عمرها ما هتبطل انها تتسوق ويرجع لها كاش باك، وانت بتقدم لهم حاجات كل يوم جديد. طيب الطريقه الثانيه، ببني فريق. فريق من ايه؟ فريق من المتسوقين. انا النهارده شيرت اللينك بتاعي وجبت متسوقين معايا وباخد من 20 ل 30% من الكاش باك الاساسي بتاعهم. هل انا اعرف كل المتسوقين في جميع انحاء العالم؟ لا طبعا، ما محدش يعرف الناس كلها، لكن انا عندي اصحابي، عندي اصحابي في السعوديه، وعندي قرايبي في امريكا، وعندي ناس في انجلترا. جميل جدا. طيب انا بقى عايز الناس دي تجيب لي المتسوقين بتوعها اللي عندها في المناطق دي،
فزي ما ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا دراعين يمين وشمال، انت عشان تبدأ البيزنس ده محتاج على الاقل شخصين معاك شركاء زيك، وكل واحد يشير اللينك بتاعه ويجيب قاعدة ويجيب متسوقين. وعشان احنا بنشتغل تيم وورك وبنساعد بعض، هنساعد الاثنين اللي دخلوا ان كل واحد يبدأ يجيب على الاقل اثنين، ونبني فريق من المتسوقين، لان ده الغرض الرئيسي بتاعنا في دوبلي، الناس المتسوقين مش بس الاعضاء. انا لو جبت 6 اعضاء تحت مني وكل عضو رجع لي منه دولار في الشهر، ادي 6 دولار كلام فارغ. ايه 6 دولار؟ لكن لو كل واحد فيهم جاب لي 500 متسوق ورجع لي من كل متسوق نص دولار في الشهر، يبقى دي 1500 دولار شهريا. من ايه؟ من الناس بتعمله كل يوم. طيب انا باخد من 20 ل 30% من الكاش باك اللي بيرجع للمتسوقين المباشرين بتوعي. طب الغير مباشرين الجيش ده بيرجع لي منه كام؟ من 5 ل 27.5% من الكاش باك بتاعهم على حسب الرتبه بتاعتك، وهنتكلم عليها بالتفصيل. طب انا ما اعرفش يا عم ناس، وما اعرفش متسوقين ومرياس في السوشيال ميديا، وما اعرفش ناس بره، بس انا عايز اجيب متسوقين ازاي؟ دوبلي بتجيب لك متسوقين. دوبلي بتعمل حملات دعايه عن دوبلي في امريكا واكبر بلاد اوروبا، والحملات الدعائيه دي بتكون في الفيسبوك، بتستهدف الناس اللي بيهتموا بالجيمز، بالفاشن والبيوتي، بالسياحه والسفر، بالاكل، ودوبلي تبعت لهم صفحات كسب الزبائن ويسجلوا كمتسوقين في اي بي. دوبلي بتعمل حملات في اي بي تجيب الناس الفي اي بي، وبتقول للناس اللي عايزين تشاركوا كل واحد ده اختياري، في عاملين باقات تسويقيه، كل باقه بقيمه 600 دولار، كل باقه بتشتريها بتديك 6 متسوقين في اي بي تحت منك. بيكونوا متسوقين تحت منك مدى الحياه، هم لا يعرفوك ولا انت تعرفهم، هم جايين من امريكا، بس عشان انت ساهمت في الحمله دوبلي بتحطهم تحت منك. كل ما يتسوقوا ويرجع لهم كاش باك، انت يرجع لك نسبه من الكاش باك بتاعهم باذن الله. يعني حتى اللي عنده مشكله انه يكون متسوقين، دوبلي جابت له متسوقين. ده جزء الشوبينج. نتكلم بقى لما بدخل ناس تحت مني. عندي انا النهارده شرحت الموضوع لاخواتي الاثنين احمد ومصطفى. احمد قال لي اوكي يا محمد انا هخش معاك كتيم ممبر، مجرد ما سجلت احمد تحت مني تيم ممبر دوبلي بتديني بونص فوري 45 دولار في حسابي في دوبلي. جميل. لا مصطفى قال لي انا اعرف شركات واخش حاجات، هخش على البي بي اي، دخل بي بي اي دوبلي بتديني بونص فوري 225 دولار. دوبلي بتقول لي يا محمد لما بتجيب 3 تيم ممبر تحت منك هتاخد على كل واحد 45، او 3 بي بي اي على كل واحد 225، او خليط ما بين الاثنين هتاخد على كل رتبه على كل باقه، بس في خلال 30 يوم من تاريخ تسجيل اول شخص بتاخد دبل بونص. يعني بدل ما هتاخد 135 هتاخد فوقيهم 150، بدل ما هتاخد 675 هتاخد فوقيهم 750، بس الشرط ان في خلال 30 يوم من تاريخ تسجيل اول شخص. بس ممكن تعملها كل يوم، كل يوم تجيب 3 اشخاص كل يوم تاخد دبل بونص. في اليوم الواحد تجيب 10 تلاتات هتاخد 10 مرات دبل بونص، مفيش حدود مفيش ليميتس. نيجي كمان لخطة التوازن، البونص الأسبوعي اللي احنا بنتكلم عليه، أنت بتقبض من دوبلي كل أسبوع، مش زي حالاتنا الموظفين بنقبض مرة في الشهر. دوبلي بتديك بونص أسبوعي، احنا الشركات كلها اتلغت البونص بتاعها، حتى السنوي اللي كنا بناخد شهر من الأساسي لما بنحقق الأرباح بتاعتنا، لا كله اتلغى دلوقتي. لكن دوبلي بتقول لك اللي أنت بتعمله أنت وفريقك بنديك عليه بونص أسبوعي. ازاي؟ اتفقنا انك عشان تبدأ شغلك اهم حاجة يكون على الاقل معاك شخصين معاك، وهتساعد كل واحد فيهم انه يجيب على الاقل مع شخصين. في ناس هتخش معاك تيم ممبر، في ناس هتخش معاك بي بي ايه، يتوقف على كل واحد والرؤية بتاعته هيستخدم دوبلي ازاي. جميل. دوبلي بتيجي كل يوم اتنين، تحسب كم نقطة عندك على اليمين وكم نقطة على الشمال. يعني ايه نقط؟ يعني انت او اي حد من فريقك لما بيدخل تيم ممبر معاه دوبلي بتديك 450 نقطة تعادل 450 دولار، لأن النقطة بدولار. لما بتدخل بي بي اي
دوب لي بتنزل لك 2250 نقطة تعادل 2250 دولار. فبحسب كم نقطة يمين وكم نقطة شمال، لقينا هنا 18000 هنا 21000. فدوب لي بتقول لي مبروك يا محمد، الأسبوع ده خدت 10% من الناحية القليلة، 10% من ال 18000 1800 دولار، والباقي يترحل للأسبوع اللي بعده. اللي هو الباقي ايه؟ شلت 18000 يمين مع 18000 شمال، هنا بقى زيرو، هنا 3600، دول بيترحل للاسبوع اللي بعدهم اكمل عليهم. والخطه دي الوحيده يا جماعه اللي في دوبلي اللي ليها حد اقصى 25000 دولار في الاسبوع، يعني 100000 دولار في الشهر. مبلغ مش شويه، يستاهل ان احنا نكسر الدنيا عشان. كمان عندنا حاجه اسمها حوافز التسجيلات المباشره، وده اللي بيقول لك كمان اللي عنده اي شركه او اي معلومات او اي خبره سابقه في شركات التسويق اللي قبل كده، اللي يقول لك لو عندك دراعين شغالين بتقبض، لو واحد فيهم وقف ما بتقبضش. لكن احنا عندنا في دوبلي لا، عندك دراعين شغالين بتاخد بونص، عندك دراع شغال ودراع بيوقف تاخد بونص من اللي شغال، عندك الدراعين وقفوا بتاخد من الكاش باك بتاع الناس، لان زي ما اتفقنا ان التسوق والشوبينج عمره ما هيقف. هنا فرضنا انك عندك 3 مباشرين، 6 مباشرين، 3 يمين و3 شمال، وانت عشان انت الليدر بتاعهم وساعدت الناس دول ان هم يبدا ياخدوا بونص اسبوعي، فانت بيطلع لك 20% من البونص الاسبوعي بتاعهم من غير ما ينقص حاجه. عندك الناحيه دي احمد جاله 1000 دولار هيرجع لك 200، عندك الناحيه دي مصطفى جاله 10000 يرجع لك 2000 من غير ما ينقص البونص بتاعهم حاجه. طب دول المباشرين، الغير مباشرين الجيش ده بيرجع لك منه ايه؟ بيرجع لك منه من 5 لـ10% من الرتبه بتاعته على حسب رتبتك، ولغايه 4 اجيال. والحاجات دي كلها يا جماعه ما تقلقوش، بنشرحها في التفصيل في التدريبات، احنا بنوريكم الصوره كامله. لكن مواضيع الرتب ده موضوع مهم جدا، لان احنا في الرتب بنقول نتائجك هي اللي بتتكلم، مش واسطتك اللي بتتكلم. وكل ما عليت في الرتبه كل ما زادت مميزاتك. انت النهارده دخلت معانا تيم ممبر، جبت 3 تيم ممبر تحت منك، بتترقى مباشره بتخش تيم ليدر. ساعدت، او لو دخلت بي بي اي بتخش تيم ليدر على طول. ساعدت الثلاثه التيم ممبر اللي تحت منك يبقوا 3 تيم ليدر، بتترقى تبقى تيم كوردينيتور. 3 تيم كوردينيتور تحت منك بتبقى سيلز دايركتور، 5 سيلز دايركتور بتبقى فايس بريزيدنت، 5 فايس بريزيدنت بتبقى سينيور فايس بريزيدنت، ودي اعلى رتبه عندنا في الشركه. كل ما عليت في الرتبه كل ما زادت نسب البونص والحوافز من المكافئات اللي بترجع لك، تمام؟ لكن مجرد ما وصلت فايس بريزيدنت وسينيور فايس بريزيدنت دخلت في حته ثانيه خالص، دخلت في نادي دوبلي الحصري للرؤساء. دوبلي بتخليك شير هولدرز، دوبلي بتديك للناس اللي بتوصل فايس بريزيدنت وسينيور فايس بريزيدنت ودخلهم السنوي 100000 دولار وطالع، بتديهم من 20 لـ30% من دخلهم السنوي اسهم في اومنتو، اسهم في البورصه الامريكيه، اسهم في الناسداك، بقيتوا شير هولدرز، ملاك لدوبلي، من ضمن ملاك شركه دوبلي. ودي خطة لولادكم ولأحفادكم. شفتوا شركة في العالم بتملكك أسهم في الشركة الأم، بتقول لك اشتغل وكون من أصحاب الشركة. وكمان كل سنة بيكون في رحلة مدفوعة الأجر لمدة من 5 أيام لأسبوع. السنة اللي فاتت كانوا في جزر المالديف، السنة دي إن شاء الله طالعين حتة تانية أو يمكن المالديف. دي لكل الناس اللي وصلوا فايس بريزيدنت وسينيور فايس بريزيدنت تقديرا من دوبلي لمجهودهم. وعشان احنا اصل شغلنا التسوق، كل رتبه من الرتب لازم يكون تحت منها عدد معين من العضويات الفي اي بي يكون متفعل عشان تحافظ على رتبتك، والحاجات دي كلها بنشرحها بالتفصيل في التدريبات. نيجي بقى للسؤال المهم اللي كل الناس عايزه تساله، ازاي ارجع فلوسي؟ ازاي ارجع راس المال بتاعي؟ انا النهارده هخش معاك في دوبلي، قول لي ازاي ارجع 600 دولار؟ هل هي ال 600 دولار هي راس المال بتاعك؟ 600 دولار راس المال؟ مع احترامي للناس اللي بتقول كده، ال 600 دولار مش راس المال. ال 600 دولار راس المال بتاعك الحقيقي اللي احنا بنعمله دلوقتي ده. ان احنا بنستثمر وقتنا، ان انتوا سايبين كل حاجه في حياتكم وجايين تقعدوا عمالين تسمعوا ايه هي دوبلي وازاي تفيدنا في حياتنا.
درس المال بتاعنا الحقيقي. وقتنا اللي احنا طول عمرنا بنضيعه يجي وقت اللي احنا لازم نستثمره، معارفنا، مجهودنا، تفكيرنا. عمر ما الفلوس كانت راس مال، لان انا هوريك في ثانيه واحده ازاي ترجعها. لكن راس المال الحقيقي بتاعنا اللي احنا بنعمله، بنستثمر وقتنا بدل ما نضيعه في كلام فاضي وقاعد على القهاوي والبنات يقعدوا يضيعوه في دردشه فارغه. يا سيدي دردشوا على الفيسبوك واكسبوا فلوس، روح اقعد مع اصحابك على القهوه واكسب فلوس بدل ما تروح تصرف فلوس، روحوا الكوافيرات واعملوا شعركم ومكياج واكسبوا فلوس. عرفوا الناس ازاي يتوفروا، ازاي يوفروا وازاي يغيروا حياتهم، مش الناس قاعده بتندب حظها مش عارفين تعمل ايه. ما يبقاش كده ان انا مش عارف اعمل حاجه واجي اقول ده راس مال كبير. في مشروع في الدنيا بتفتحه $600، ده انت لو عايز تفتح محل كشك سجاير عايز لك $60,000. بس برضو في ناس بتيجي تقول لي هم $600 راس مال، وريني ارجعهم ازاي. من عينيا، عندكم 6 عضويات VIP صح؟ بيعوهم، خلي واحده ليك وبيع الخمسه لاصحابك ووريهم المميزات بتاعت الفي اي بي، هيقفوا عليك الناس بالطابور. رجعت فلوسك، دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه، سجل 6 اشخاص اعضاء مباشرين تحت منك في خلال شهرين. 3 اول شهر خدت دبل بونص، 3 ثاني شهر خدت دبل بونص، خدت $120 من النظام الثنائي، رجع لك $690. او زي ما كلنا بنعمل، بنبيع العضويات وبنسجل اشخاص. اسوأ الاحتمالات ايه؟ لا بعت عضويات ولا سجلت اشخاص، زيرو زيرو صح؟ هرجع فلوسي ازاي؟ يا سيدي اديهم هدايا. اختار 5 من اصحابك اللي بيشتروا حاليا اونلاين وعارفهم بيشتروا كتير كمان في المستقبل، تمام؟ ووريهم العضويه وقول لهم دي هديه مني، عضويه بقيمه $99 في السنه، خشوا تسوقوا اي حاجه اونلاين وخدوا كاش باك وانت حير. هم كده كده مسجلين تحت منك كاعضاء متسوقين VIP، بيرجع لك من 20-30% من الكاش باك بتاعهم. يعني في كل الاحوال وين وين سيتويشن، انت ربحان في كل الاحوال ان شاء الله لو اديتهم هدايا. طيب احنا كده مبدئيا خلصنا، عندنا مثال بسيط يورينا في اسوأ الحالات احنا ممكن نعمل ايه. دول انتوا شفتوا الفكره جميله جدا وعبقريه وحلوه وحاجه مش مستاهله ومش محتاجه خبره، عندك فريق كامل بيساعدك وبيقوم معاك، مش محتاجه خبره لانك تتخرج من كليه قسم التجاره الالكترونيه ولا اي حاجه، في كورسات مخصصه بتاخدها في دوبلي وبتبدا شغل معاك. ياخد منكم وقت قد ايه يا جماعه عشان بعد ما بتسجلوا تجيبوا شخصين يحضروا معانا الويبينار او يقعدوا مع الليدر بتاعكم ويسجلوا تحت، يعمل لهم برزنتيشن ويسجلوا تحت منكم كتيم ممبر، بس شخصين. هنقول مثلا اسبوع، لا اسبوع قليل يعني 3 ايام لكل شخص، خليها اسبوعين، هجيب شخص في كل اسبوع، ولا خلينا نخليهم 3 اسابيع، ولا هنمشي زي السلحفه، خطه السلحفه اللي هي بيقولوا عليها قوه التضاعف واحنا بنقول عليها خطه السلحفه، انك بتجيب شخصين تحت منك في خلال شهر، واحد على الناحيه اليمين واحد على الناحيه الشمال في خلال شهر، يعني واحد كل 15 يوم وهتنام مش هتشتغل، بس هتعلمهم حاجة. تقول لهم كل واحد فيكم يجيب 2 تحت منه في خلال شهر وينام، كل واحد يجيب 2 وينام، كل واحد تعلموا فرقكم كده. بعد 12 شهر سنة، 1 جاب 2 4 8، لو جمعت كم شخص على اليمين وكم شخص على الشمال، هرق 4095 واحد يمين و 4095 واحد شمال، البونص بتاعهم 8190 شخص، سوري عدد الأعضاء 8190، البونص بتاعهم 4095 في 450 نقطة في 10% الناحية القليلة والناحيتين متساويتين، رجعوا لي $184,000 في السنة من خطة واحدة بونص أسبوعي على مدار 12 شهر. خطة السلحفة، إيه رأيكم؟ لا لا الكلام ده مش حقيقي، ده اتس تو جود تو بي ترو، يعني ده حلو جدا لدرجه انه ما يتصدقش. انتوا عندكم حق، المثال ده نظريا وحسابيا قدامكم صحيح 100%، لكن واقعيا بالصوره المثاليه دي ما بتحققش، رغم ان في ناس في اول سنه ليهم في دوبلي جابت 3 و4 اضعاف الرقم ده، لكن
الصورة المثالية ان كل واحد يجيب اتنين ما بتتحققش. ليه؟ لانك بتتعامل مع بني ادمين، بتتعامل مع بشر. في ناس فاكرة الموضوع يا نصيب، هخش النهاردة والسماء تتفتح بكرة والفلوس تنزل. اسف، ما بيحصلش. في ناس فاكرة يلا هنجرب لوترية، يا رب ابعت لي ناس يا رب اكسب. ما بيحصلش. في ناس بتاخد الموضوع جدي وتخش تشتغل، بدل ما يجيب اتنين بيجيب 2000، ده اللي بينجح. فمن دلوقتي يا جماعة، لو انتوا ناويين تخشوا وما تشتغلوش يبقوا ما تدخلوش. وفروا وقتكم ومجهودكم وخليكم نايمين زي ما انتوا ما بتعملوش حاجة في حياتكم، وناموا، لكن ما تدخلش. لا تضيع فلوسك، اللي هيك اصلا مش ضايع، انت عندك عضويات. لا تضيع فلوسك ولا تضيع وقتك ولا تضيع وقت الابلاين بتاعك. ده شغل عايز مجهود، بتشتغل بتلاقي، وده في اي حته في الدنيا بتشتغل بتلاقي، مش هتشتغل مش هتلاقي من الاخر. بس خلينا نتكلم على حاجه منطقيه. حلو، عايزين نشوف نسبه نجاح للمنطقيه. احنا قلنا الخطه دي ما بتنجحش بالمنظر ده، طب تنجح بنسبه كام في الميه؟ نسبه منطقيه. ناس كتيره بتحب تمسك العصايه في النص، تقول لك 50% 50%. حلو جميل. لا، في ناس بتقول لك 20%. اي بزنس باجي افتحه النهارده عشان اقول او ممكن اربح، بربح من 20 ل 30%. ده في اي بزنس عادي. حلو، فايه رايكم 20 ل 30%؟ حلوين. طب نخليها ننزل، نخلينا متشائمين شويه. 10% ربح، الخطه دي تنجح بنسبه 10%، ولا اقول لكم خليها تنجح بنسبه 5%؟ طب ايه رايكم لو احنا النهارده جينا اتكلمنا، قلت لكم يلا بينا نفتح كلنا مطعم وهنكسب 1%، هل هتشتركوا معايا؟ طبعا لا. هتقولوا لي ده مش جايب بس هم التفكير فيه، ايه 1% دي؟ خلونا النهارده نشوف في دبلي الفكرة الغير اعتيادية بنسبة نجاح الخطة دي بتنجح، بتنجح بنسبة 1%، هنعمل ايه؟ اوكي؟ احنا لما نيجي نفتح اي مشروع لينا، هل باجي بعد شهرين ثلاثة فين الفلوس فين الارباح؟ لا طبعا، على الاقل محتاج سنتين ثلاثة عشان المشروع يقف على رجله. فاحنا النهاردة هنتكلم على مشروع لمدة 3 سنين، نسبة نجاح 1%؟ لا، النهاردة عامل لكم ديسكاونت كاش باك 50%، نسبة نجاح 0.5%، أو نسبة فشل زي ما في ناس بتحب تسمعها 99.5%. ونشوف بعد 3 سنين إيه اللي يحصل. أول سنة اضربه 0.5% في 4095، بقى تحت منك 21 شخص يمين و21 شخص شمال، بدل 4000 و4000 بقى 21 و21، بدل 8000 شخص بقوا 42. ودول مش مباشرين تحت منك، ده تحت منك انت وفريقك. لو نحسب البونص الاسبوعي كام؟ 21 في 450 في 10%، رجع لي 945 دولار. حلو حلو حلو. دفعت 600 دولار رجع لي 1000 دولار، جميل جدا مش خسران. تاني سنه نفس الموضوع، كل واحد من ال 21 هينزل تحت منه 21، بس مش 21 يمين و21 شمال، 21 توتال. يعني 10 يمين مثلا و11 شمال. ف 21 في 21 441 يمين و441 شمال، يعني النسبة نزلت من 0.5% لربع في المية. 441 في 450 في 10% حوالي 20,000 دولار. حلو جميل، تاني سنة ممتاز. تالت سنة كل واحد من 441 تحت منه 21، 9261 يمين 9261 شمال، البونص بتاعهم 416,000 دولار. اجمع الثلاث سنين دول يعني حوالي 437,000 دولار، يعني بنتكلم على حوالي مليون، اكتر من مليون ونص درهم بعد 3 سنين. ممكن بقى تقولوا لي ايه المشروع اللي تعرفوه في العالم اللي هو من استثمار 600 دولار، هو اصلا استثمار مجاني، فلوسك راجعه لك من العضويات في اي بي، بنسبه نجاح بخطة السلحفة بتجيب اتنين وتنام اتنين وتنام، ونسبة نجاح 0.5% لأول سنة وربع في المية لتاني وتالت سنة، ويجيب لك 1.5 مليون درهم. مين أصلا بيكسب 1.5 مليون درهم من مرتبه؟ مين بيدخل في بعد 3 سنين 1.5 مليون درهم من مرتبه؟ مفيش، مستحيل. ليه؟ لأن دي قوة التجارة الإلكترونية،
ودي قوة وعظمة دوبلي اللي جمعت ما بين 3 حاجات: التجارة الإلكترونية، البيع المباشر، شبكات التسويق، النتورك ماركتينج، التسويق الشبكي، جايبينها مع حاجة خليط ما لقيناهاش غير في دوبلي. والحلو فيها يا جماعة إن إحنا دوبلي دلوقتي دخلت الشرق الأوسط في مارس 2015، يعني احنا لسه بقالنا 3 سنين بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المؤتمر الجاي بتاعنا اللي يكون في مارس 2018 برضه في أطلانتس هيكون حاجة هتغير وتاريخ التجارة الإلكترونية في العالم. ودي اللحظة التاريخية بتاعت مستر مايكل هانسون لما ضرب الجرس بتاع الناسداك. فاحنا النهاردة في بداية الطريق، وانتوا في المكان الصح في الوقت الصح، فاضل تاخدوا الخطوة الصحيحة وتنضموا. انضمامكم لدوبلي ده راجع لكم انتوا، احنا ما بنجبرش حد. بس خلوني اقول لكم حاجه، بيكم من غيركم الناس بتتسوق اونلاين، بيكم من غيركم الناس عايزه توفر، بيكم من غيركم الناس لو سمعتش النهارده عن دوبلي منكم هتسمع بكره من غيركم، صح؟ بيكم من غيركم دوبلي مكمله وبتطلع بسرعه الصاروخ، فما تعيشوش حياتكم كلها رد فعل. ما تفضلش كل واحد قاعد بيندب الظروف ويقعد قاعد مش عارف يعمل ايه ويلعن حظه، وانا مش عارف اعمل حاجة وانا منحوس وانا ما عنديش حظ، وتلوم كل واحد عنك. ما بتلومش الانسان الوحيد اللي انت لازم تلومه عشان ما بيغيرش نفسه، ما بتلومش نفسك، بتلوم الظروف. ما ناس كتيرة ظروفها اوحش منك لكن حالها احسن منك وخدت خطوة في حياتها. فما تعيش حياتك كلها رد فعل مستني مين يقول لك اعمل ده ولا ما تعملش ده، لا ما تخشش، لا تدخل. في مثل بيقول لك خد الفرصة واندم لكن ما تسيبهاش وتندم. قدامك فرصة، الفرصة عمرها ما بتضيع يا جماعة، الفرصة دايما بتروح للإنسان اللي بيقدر يستغلها صح. لكن خد الفرصة واندم، يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت النهاردة دخلت دوبلي، اقصى حالات الندم بالنسبة لك ايه؟ خسرت ال $600 لو انت ما اشتغلتش، ما رجعتش فلوسك، وما تسوقتش حتى وما رجعلكش كاش باك، وما بعتش العضويات، دي اقصى حالات الندم. موبايل ووقع، جبت بكرة موبايل جديد، صح؟ لكن لو انت ما دخلتش، اقصى حالات الندم لما انت بعد سنه ولا اتنين تقابل الشخص اللي عزمك النهارده على دوبلي وتلاقي حاله تماما متغير، وضع اجتماعي وضع مالي مختلف. ايه يا عم من فين، اين لك هذا؟ والله هذا من فضل ربي الحمد لله من دوبلي. هو انت لسه مكمل في دوبلي؟ هو انا قلت لك ان انا وقفت في دوبلي؟ فاكر لما انا جيت قلت لك تعال خش معايا دوبلي وانت فاكرني ان انا طمعان في $45 عشان تخش، ان انا عايز اعمل فلوس منك؟ انا عايز اعمل فلوس معاك، لان انا بيك من غيرك انا مكمل وعارف طريقي، انت اللي ما كملتش. انا الحمد لله نجحت وانت قاعد محلك سر، قاعد في الكومفورت زون بتاعتك، المنطقة الامنة، ويمكن جاي دلوقتي تستلف مني فلوس. فكروا فيها كده، لازم تاخد خطوة في حياتك، لازم تعمل حاجة. مفيش مشروع في الدنيا اقدر افتحه ب$600، مستحيل، ولا حتى ب$2500. النهاردة دوبلي جاية بتقول لنا دي فرصة. كل واحد لازم زي ما قلنا بيدور على فرصة، ما بقولش ان دوبلي هي الفرصة الوحيدة في العالم، لكن دوبلي هي بإذن الله احسن فرصة في العالم حاليا. فبينك وبين نفسك اسأل نفسك 3 أسئلة: إذا ما كانش دوبلي هيكون إيه؟ وإذا ما كانش دلوقتي هيكون إمتى؟ إمتى ناوي تاخد خطوة وتبقى إنسان إيجابي وتغير حياتك؟ وإذا ما كنتش أنت اللي هتاخد الخطوة دي، مين اللي هياخدها لك؟ في النهاية ليا طلب بسيط عند حضراتكم، الشخص اللي عزمكم النهاردة على البرزنتيشن ترجعوا له وتقولوا له سواء انضميتوا او ما انضميتوش، ده حاجة ترجع لكم انتوا، واحنا اهلا بيكم معانا في اي وقت. لكن ترجعوا له وتقولوا له شكرا انك عرفتنا على فرصة، لان النهاردة سمعتوا دوبلي منه، بكرة ولو ما دخلتوش هتسمعوا دوبلي من حد تاني ومن حد تالت، وتقولوا يا ريت اللي جرى مكانه، يا ريت دخلنا من زمان.
فأنا بشكركم جميعا على وجودكم معايا النهاردة، متشكر جدا لوجودكم، وأتمنى ما كنتش طولت عليكم. ودلوقتي بإذن الله هنفتح باب الأسئلة تحت أمركم في أي حاجة. كان معاكم أخوكم محمد كمال من دولة الإمارات العربية المتحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.